في الساعات الأولى بعد الجواز. ده احنا لسه كده ما اتكلمناش عن الطلاق في السنة الأولى، احنا بس واقفين دلوقتي قدام رقم مفزع، لأنه بيقول إن في مصر 250 حالة طلاق يومية بتتم بعد الساعات الأولى من الزواج أو الأيام الأولى من الزواج. علشان كده احنا فكرنا نعمل فقرة النهاردة، بس هنوسع القماشة شوية ونتكلم عن الطلاق في السنة الأولى. معانا في الاستوديو الدكتور عبد المحسن ديغم، استشاري العلاج النفسي والعلاقات الأسرية. أهلا بيك يا دكتور. ازي حضرتك؟ ومعانا الأستاذة ولاء علي عدلي، المحامية بالاستئناف العالي وعضو اتحاد المحامين العرب. أهلا بيك يا أستاذة. ومعانا ضيوف قرروا ان هم يطلعوا معانا يحكوا حالاتهم الحقيقية، رغبة منهم في تفادي مشاكل المجتمع، وده شيء انا بحترمه جدا. فمشرفنا الأستاذة او مدام إيمان ندى، اهلا بيكي، والأستاذ عمرو شوالي، اهلا بحضرتك، والأستاذ علي محمد، اهلا بحضرتك، اهلا بيكم. انا لو تسمح لي يا دكتور، انا قبل ما أبدأ مع حضرتك أو مع الأستاذة، أنا حابة إن كل حد فيهم يعرض التجربة بتاعته علشان نقدر ناخد منها المؤشرات اللي عاوزين نتكلم فيها. فطبعا ليديز فيرست، ما تحاوليش تشاوري عليها، هبدأ بيكي. ليديز فيرست، مش على أسفة يا إيمان، اتفضلي يا إيمان. تليش معاكي إيمان. إيه الموضوع يا إيمان؟ هو زي ما حضرتك قلتي كده، ممكن يعني احنا دلوقتي في الزمن ده بنبقى عارفين بعض قبلها فترة طويلة جدا يعني، فممكن نعرف بعض سنين وللأسف اتجوزنا وقعدنا 10 شهور. يعني انا كنت طلعتي بعد 10 شهور. 10 شهور. وكنتي تعرفي قبلها بقد ايه؟ 4 سنين او اكتر. ليه بقى طلقتي؟ ليه؟ ليه عرفته ولا ليه اتطلق؟ لا ليه عرفتيه ده خلاص، يعني بعد 4 سنين يا دكتور مش هنتكلم في ليه عرفتيه. لا يعني ليه انك في بينك وبين شخص علاقة 4 سنين واكيد في نوع من انواع العشرة، يعني خرجتوا مع بعض وكلتم وشربتم وتعاملتم مع مجتمع، ليه تتطلقي بعد 10 شهور؟ انا شخصيا عمري ما كنت اتخيل ان دي تبقى النهاية. ايه اللي حصل؟ انا ربنا رزقني بطفل او بحمل، يعني ايوه، بمجرد وجود الحمل ده حصل الانفصال، وكانه مش عاوز يتحمل مسؤوليه. انا وجهه نظري ان هو مش عاوز يتحمل مسؤوليه، ان مشكله الرجاله ان هم يتحملوا المسؤوليه. دكتور عبد المحسن، اعتقد انك عينيك كلها اسئله، اتفضلي بقى. لا هو اكيد ده مش ده السبب يا ايمان، اكيد في خلافات حصلت، في مشكلات حصلت، يعني اكيد في اسباب تانية. هقول لحضرتك، هو مدة 10 شهور اصلا يعني تكفي لان هو يعرف انا كويسة ولا لا، او انا اعرف هو كويسة ولا لا في الجواز. ما هو قبل يعني العشر أصلا في 4 سنين. اصلا العشر اوكي، بناء على ال4 سنين دول هو خد قرار الجواز. صحيح. صح. طبعا. اذا هو انا متوافر فيا الصفات اللي هو اللي عاوزها. تكوني فيها زوج. تمام. صحيح. طيب. نفترض ان هو اتفاجئ بصفات تانية مختلفة، ال10 شهور اللي هم بيبقى. لا اسمحيلي يا ايمان، بعد اذنك يا دكتور، هل ممكن يكون ان حضرتك عارف ان الحمل عند السيدات بيكون عنده اعراض، اعراض حمل ووحم وما الى ذلك، هل هو كانت احلامه في دي طلقت بعد 10 شهور؟ يعني تحملتي بعد الجواز بقد ايه؟ بعد 9 يعني هو الحمل كان مدته 2 شهور وأيام. يعني هو لما انت اول 7 شهور دول كانوا تمام قبل الحمل انت وهو؟ كانوا تمام، الخلافات العاديه خالص، يعني الخلافات العاديه، يعني او ال7 شهور الاولى كانت العلاقه كانت جميله، اربع شهور العلاقه كانت جميله جدا. طب انتوا متفقين يا ايمان انه مش عايزين ولاد دلوقتي؟ لا، مش عايزين خلف دلوقتي. لا كنا متفقين بعد 6 شهور. بعد 6 شهور نبتدي. يعني هو بمجرد ان عرف انك حامل قلب القلبه ديت. انا عايزه اقول لحضرتك ان هو اصلا يعني هو نزل راح الشغل ما رجعش تاني على البيت، لمجرد ان حصل لا بعدها بشهرين وايام. بس الشهرين دول كلهم مشاكل يا الشهرين كلهم مشاكل. لا ما كانش فيهم مشاكل.
ما كانش فيه مشاكل فعلا. يعني انت قعدتي شهرين حامل؟ اه. الشهرين دول ما كانش فيهم مشاكل معاه؟ لا لا خالص. وبعدين في يوم وليله راح الشغل ما رجعش؟ اه حصلت مشاده تليفونيه ما بيننا، ما بيني وما بينه. هل قلتي كلمه مثلا جارحه؟ اوقات الرجاله او السيدات كلمه بموقف يعني، هل قلتي كلمه في المشاده دي لا ما قدرش ينساها مثلا؟ لا هو انا ما قلتش كلمه، بس كانت في اليوم ده كانت والدته موجوده، فهي قامت بالواجب يعني. تمام. ده عنصر طبعا وسبب مهم جدا في حالات الخلافات. سبب مهم جدا. يعني لما نتكلم على مسببات الخلافات، كنا في وقت من الاوقات كده بندرب اخصائيين مكتب التسويه، تسويه المنازعات الاسريه في وزاره العدل. ايوه. فوجدنا ان في، او عملت كده خريطه لحالات الطلاق وخاصه الطلاق المبكر. طبعا المتهم رقم واحد الفيسبوك، وال يعني واساليب التواصل بشكل عام والفيسبوك، وهنتكلم ده ايه اللي بيحصل. انما رقم ثلاثة تقريبا الاهل، والاهل كمان داخل اذا كانت الزوجه في بيت عايشه في بيت عيله او في بيت اهله، تطعم تبقى في الاقاليم، فده بيكون احد الاسباب. سبب مهم جدا، السبب رقم ثلاثة.